أنشأوا قبل الحرب العالمية الثانية معهدا كبيرا جمعوا فيه 40,000 نسخة مصحف، واشترطوا أن تكون من أزمان مختلفة ومن أماكن مختلفة، وصح لهم هذا، وجلسوا يبحثون في المقارنات بين هذه النسخ، فلم يجدوا فيها شيئا من التحريف. ولما انتهوا من أكثر من 80% من هذه 40 أخرجوا تقريرا في اللغة الألمانية حفظ بالمكتبة الوطنية ببرلين، وهذا التقرير يثبت أنهم قد انتهوا، أنهم قد أولا جمعوا هذه النسخ وأنها بلغت 40,000، وأنهم انتهوا من المقارنات، وأنه لا يوجد بينها إلا ما يوجد في أخطاء النساخ، يعني لا ريب فيه، مكتوبة لا زيت فيه. ما معنى لا زيت فيه؟ لا معنى له، وليس هذا تحريف أصلا، هذه نقطة سقطت ولم يلتفت إليها راعيها. عذابي أصيب به من أشاء فوجدوها من أساء، ولكن وجدوها من أساءوا، إذن هي من أشاءوا، لأنها لو كانت أساء كانت فتحة. فهم مدركون أن هذا ليس تحريفا وأن هذا على قبيل خطأ النساخ، ووضعوا هذا التقرير في برلين في المكتبة الوطنية ببرلين، وهو محفوظ إلى اليوم هناك. ومن قدر الله ولله أقدار وحكم جاءت قنابل الحلفاء فضربت هذا المعهد بالذات وأحرقته بما فيه من النسخ. لماذا؟ الله أعلم، نعلم يوم القيامة، يخبرنا الله إيش اللي حصل، إيه في حاجة حصلت هنا جعلت ربنا يخسف بهم الأرض، لكن التقرير موجود إلى يومنا هذا.